حضرتك بتكلم على ان الروح القتالية ليها دور، معنى ان احنا نكسب 3 منتخبات من اكبر الـ3 منتخبات في افريقيا اللي كانوا مرشحين، واللي كانوا مرشحين الكوت ديفوار والمغرب، وبعدين انك انت تواجه نيجيريا. نيجيريا احنا اتغلبنا في الدور الاول، معلش بس مرشحه، مرشحه، بس اللي خرجتها كانت تونس. انا بتكلم على مجموعه المنتخبات القويه اللي انت لعبتهم، بغض النظر انت كسبت ولا خسرت، بس انا بقول لك 3 منتخبات من العيار الثقيل اللي هم قبل البطوله مترشحين، والنهارده كمان الكاميرون اللي هي صاحبه الارض والجمهور والتنظيم، واخد بالك، وقيته الاونتاج اللي كان بتاع الحرب عملت لك ايه؟ احنا ابطال حرب 73 يابا، احنا ما حدش يقدر يبص لنا يابا. انت بتيجي تتكلم لغايه الحرب وهوب اسكت، لان احنا اللي بنعرف نكسب الحروب. فهو طبعا كلامه يدل ان كان متوتر جدا وخايف جدا، وعلى فكره انا مش مغلطه لسبب، لانه عارف قيمه مصر ولاعيبه مصر، ولما بتتحط في الصعب بيعدوا، فهو كان عايز يحمس لاعيبته عشان كده، لان النهارده خساره كبيره ان هو يخرج، لان هو صاحب الارض والبطوله متنظمه عنده، وان هو مفروض عايز يقرب من مصر، هو 5 عايز يبقى 6، وهتبقى يعني مكاسب من كل النواحي، فهو كان بيحفزهم في حته الحرب دي، مش عشان حرب اللي هي الحرب يعني، بس هو ده. احنا لما كنا مثلا بنيجي نلعب اي فرقه في الممتاز بيه ولا بتاع، فبنقول لهم لا النهارده في حرب، النهارده واخد المصطلح تشحن اللعيبه، ايوه المصطلح ان انت بتقوله يعني عشان تخلي اللعيب يبقى جاهز، وان عنده الحماس وعنده الروح وعنده القتال، واخد بالك. فهو معذور لان هو كان عارف، بس الناس ربطت ما بين ان احنا واجهه، هو قال التصريح ده قبل ما مصر تصعد بغض النظر حتى لو قالوا بعد مصر. انا عايز اقول لك على حاجه، هو انا بقول لك احنا في اي يعني، انت مش عايز تكسب أكيد. وهو لما يقول كده للاعيبته بيقولها ليه؟ لان عارف وخايف منك، فهو عايز يحمسهم. هو انت ما انت شفت النهارده احنا ممسكنا كوره عليهم الشوط الثاني، وبدانا نقطعها الارض، وبدانا نروح، وقفوا بعد ما كانوا عاملين علينا هياج الشوط الاولاني. تعليمات مدرب. تعليمات مين مدرب؟ ان احنا نقف على الكوره ونشتغل ونسيطر. لا ده هو بص، هي تعليمات كيروش. لا لا لا، هو لما صحح الخطا ونزل تريزيجيه، فتريزيجيه بدا لما لعب ناحيه الليفت، انت شفته عمر مرموش ما راحش ولا بكوره وما عملش ولا كوره، تريزيجيه لما نزل سحبك مرتين وخد فاولين ناحيه الليفت فنقلك، ثم اداك الثقه ان انت تحط الكوره من فتوح له مش عارف من النني له. ما تنكرش